Hi there, with you Ms. Shaima Munir. رجعت لكم تاني النهارده ومعايا part 2 how to speak like native speakers. احنا في الفيديو اللي فات اخذنا مع بعض 5 top secrets والنهارده برضه هناخد مع بعض 5 top secrets. لو انت مهتم تتكلم زي الاجانب يبقى الفيديو ده اكيد ان شاء الله هيفيدك. تابع معايا للاخر. Let's start. انا عندي النهارده السر السادس بيقول ايه؟ بيقول لي انا عندي letter O. letter O لو هو الحرف المتحرك الوحيد في الكلمة مش بنطقه O. طيب هنطقه ايه؟ هنطقه كده A زي الكلمة دي. لا مش بقول stop. لا stop stop stop. اوكي نفس الفكرة للكلمة دي، كتير جدا بنطقوها not. ينط ايه؟ لا هي not not not. اوكي السر السابع برضو لتر او. واضح ان لتر او ده عامل مشكله كبيره جدا. طب يا عم انت عاوز ايه؟ قال لك لو انا جيت تاني حرف في الكلمه محدش ينطقني او. طيب هننطقك ايه؟ الحرف ده اي اي زي الكلمه دي. بصوا كده لا مش هننطقها فور ايفر. لا اتس فوريفر 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 فوريفر. اوكي طيب السر الثامن معايا وهو لتر تي. letter T لو جه بين حرفين متحركين يا اما انطقوا D او انطقوا R زي الكلمة دي كده. بصوا لا مش بقول better بقول better better better. اوكي طيب السر التاسع برضو letter T. letter T لو جه في اخر الكلمة وبعديه كلمة بتبتدي بحرف ساكن باكل T زي الكلمة دي. بصوا last week ما قلتش last week. لا last week last week last week. طيب مثال تاني next summer next summer next summer. watch next next summer. اوكي اخر بقى معايا سر وهي دي بقى دي بنطقها يا اما the or the. طيب امتى بنطقها the؟ بنطقها the لو جه بعديها كلمه بتبتدي بحرف ساكن زي دي كده the door the door. طيب هنطقها the لو هتيجي بعديها كلمة بتبتدي بحرف متحرك زي دي the internet the internet the internet. اوكي دي كانت النهاردة معانا باقي السلسلة ل how to speak like native speakers. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو زيكم. thanks for watching and see you soon.